نسخ المتحولات. بوضع اسم نمط البيانات بين قوسين قبل المتحول، تكون قد أنشأت نسخة من قيمة المتحول وقد تم تحويلها لنمط بيانات محدد. الفرق الأساسي بين التابع set type وهذه الطريقة هو أن هذه الطريقة تقوم بإنشاء نسخة من المتحول وتترك القيمة الأصلية للمتحول دون تغيير. سنشرح هذه الطريقة من خلال مثال عملي أيضا. ضمن مستند نص جديد، اكتب معرف البداية في لغة PHP، أسند القيمة 3.14 للمتحول X. الآن اكتب المتحول Y، ثم بعد عملية المساواة ضع النوع دبل بين قوسين ثم المتحول X، وبذلك تكون حصلت على نسخة من المتحول X وهو المتحول Y ومن النوع دبل. قم بطباعة نوع المتحول Y باستخدام التابع getType، ثم قم بطباعة قيمته أيضا. كرر العملية للحصول على نسخ من الأنماط string, integer, boolean. قم بطباعة نوع المتحول X وطباعة قيمته حتى تتأكد أنه لم يتغير. قم بحفظ الملف ضمن المجلد htdocs وليكن اسمه variable5.php. افتح مستعرض الويب وافتح الصفحة variable5.php، وستجد أن المستكشف طبع في البداية نوع المتحول X ثم قيمته، ثم طبع قيمة ونوع المتحول Y في الحالات الثلاث التي قمنا بأخذ نسخ منها، وهي string, integer, boolean. ثم عدنا وطبعنا قيمة ونوع المتحول X وقيمته. لاحظ أنها بقيت دون تغيير لا بالقيمة ولا بالنوع.